احمد وفيق خلاص عايز يركز على السينما العالميه الفتره دي؟ مش فكره عالميه، انا مركز في السينما. انا بحكم تواجده ما بين مصر وفرنسا اتعرض عليا اعمال في فرنسا، وكنت دايما يعني شايف تواجدك في مصر، بس حاليا هنبتدي بقى ما بين هنا وما بين هنا، وربنا يكرم. يعني فكره مش فكره عالميه، فكره انك عايز تقدم سينما قويه. هو فعلا في فيلم اسمه حارس العالم؟ لا، اسمه حراس السر، ده اسمه مؤقت لسه. طب مفيش اي تفاصيل عنه؟ هتعمل هل دور عربي ولا دور ايه بالظبط؟ لا، هو فيلم ما بيدور من مصر وفرنسا وايطاليا وانجلترا، فانا عامل دور عربي يعني ان شاء الله. انت المفروض هتصور امتى؟ والله ما في التحضيرات، يعني اعتقد على نص السنه يبتدي ناخد مواعيد تصوير اعتقد، يعني او على اخر السنه. تعلقك في رمضان في عوالم خفيه مع عادل امام السنه اللي فاتت، يا ترى السنه دي هتبقى مع مين؟ لا، رمضان السنه دي مش خارج المسابقه، يعني خارج مسابقه رمضان. اكتفيت بمسلسل كانه امبارح، وانا من النوع اللي برتاح بعد الشغل، يعني مش واخدها وظيفه، شغلتي بحبها. يعني تعودنا على احمد بوجوده في رمضان. ما انا عشان الجمهور متعود، انا مش هنزل غير في دور كويس، غير في عمل محترم. مش هعمل في مسلسل مسلوق يتصور في 3 شهور، ما مش هعمل انا ده تاني اصلا. كانه امبارح كانت ردود الافعال ازاي؟ ردود افعال كبيره، خصوصا خارج مصر كمان. كانت انا انبهرت وانا في المغرب وفي ابو ظبي وفي دبي، لقيت الناس متفاعله جامد، وعلى السوشيال ميديا من جميع انحاء الوطن العربي مش مصر بس، في ردود افعال كبيره اسعدتني يعني وخلتني مبسوط ان انا عملت المسلسل ده. تصريح بتقول انا هعلي اجري عشان صوتي مميز، ايه الموضوع؟ انا ما انا عليته فعلا. لا، الناس دايما تقول لي صوتك مميز، بنعرف صوتك حتى لو مش باصين للتلفزيون. فكان حد بيسالني في ده، قلت انا عليت اجري عشان صوتي يعني. ولا عشان جين شويه بقى والبنات بتحبك؟ لا، يعني مش الفكره، الحمد لله ده قبول ربنا، ودي هدايا ربنا اداها للواحد. معلش غير ان انا يعني زي ما بيقولوا اسعد بيها، اما بنعمه ربك فحدث، وفي نفس الوقت ان انا حافظ عليها. تعليقك ايه على قضيه خالد يوسف الاخيره والكام فنانه اللي طلعوا ليهم فيديوهات؟ تعليقك ايه؟ استغربت لما سمعت ده؟ ما اعرفش، ما بتكلمش في اي حاجه، حتى على الفيسبوك ما اتكلمتش في حاجه، ودي طبيعه. لا، ودي طبيعه، طبيعه انا ما بتكلمش في حاجه زي كده، انا ما بتكلمش فيها، بتكلمش غير في الفن كده بس. لانك انت كل حاجه بتعلق عليها، ده انت كمان مقتبس شخصيه على الفيسبوك. لا، كاركتري وشخصيتي في حاجات معينه انا لا يمكن اتكلم فيها، في حاجات مجرد الكلام فيها هو زياده ليها، فانا ما اقدرش ازود اي حاجه. تفتكر الازمه دي هتختفي؟ يعني هتبقى زي ايه، زي بعض فنجان وهتختفي؟ الزلزال حصل في مصر واختفى وبنينا مكانه، يعني ما اي مشاكل في العالم بتختفي وبتنتهي.